هناك شروط للحجاب لابد أن نذكرها، منها أولا أن يستر جميع البدن، الثاني أن لا يكون زينة في نفسه. الحين بعض الحجاب على أنه حجاب وهو مليء بالزركشات وبالأشياء التي تناتر اللي تبدأ يعني، وبعضها أيضا يعني يصل إلى درجة وضع بعض المعادن الثمينة جدا والتي تبرق، وأصبح يعني بعض الحجاب أصبح أسوأ يعني من عدم وجوده، لأنه صار يلفت أنظار الرجال إلى المرأة التي تتحجب به على أنه حجاب. أيضا يكون غير شفاف، لأن إذا صار شفاف تطلعت العين أكثر إلى ما وراء ما يشف منه، لكن إذا كان منيعا لا يمكن الرؤية من خلال رؤية الآخرين لما وراء هذا الحجاب فإنهم يمتنعون عنه تماما. أن يكون واسعا بالنسبة للعباية أو الجلباب العام اللي يلبسنا بعض الأخواتنا في الدول العربية، الكاب مثلا، أن يكون واسعا وليس لافتا للنظر، على أن هذا لا يناسب في بلد مثل بلدنا اللي فيه العباية هي السائدة. لماذا؟ لأن لبسه يلفت نظر الآخرين لهذه المرأة، وحن نصر على أن الحجاب ينبغي أن يكون يمنع وصول الأعين إلى المرأة، يعني أو يلفت يعني يجعلها لا تلتفت إليها، لكن إذا التفتت هذه الأعين إليها معناها أن ما صار حجاب وإنما هو دعبة للمشاهدة. ألا يكون في أيضا مشابهة للباس الرجال أو الكفار أو الكافرات. أخيرا لا يكون معطرا ولا لباس شهرة. إذا كان معطر معناها دخلت المرأة البنت هذه أو المرأة في أمر عظيم، أن المرأة إذا تعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، نسأل الله يعافينا وإياكم. وأيضا لا يكون لباس شهرة بحيث يكون تنعرف البنت هذه تنعرف بحجابها الذي لا يلبسه غيرها. نقول للبنات افعلي ما شئتي من ناحية أنك تأخذين بعض الملابس اللي لا يلبسها إلا أنت في ملابسك الأخرى للداخلية، وهذا من شأن الفتاة تحب تتميز، لكن أما العباية فالبسي الذي هو السائد ولا يميزك أبدا، حتى يمكن أن نقول أنه عبادة تتعبدين الله عز وجل بها. معنا من؟ رقية من المدينة المنورة. السلام عليكم يا رقية. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رقية. أولا أشكركم على هذا البرنامج الرائع المميز. مشاركتي، أمر الله المسلم بالحجاب الذي هو علامة العفاف والطهار، بستر جميع بدنها ليس فيه زينة ولا بثوب شهرة. الحجاب حصن حصين وحماية للمسلمة العفيفة، إلا أنه من المؤسف بعض الفتيات يعتقدن أن الحجاب الساتر مخالف للموضة، فتستحي أن تلبس الحجاب الشرعي لكي لا يظنوا أنها لا تعرف الموضة. يا أخية الغاية، يا وردة جميل، أنت بحجابك كالدرة المصوف، كاللؤلؤ المكنونة، كرمك الإسلام وجعلك جوهرة ميمونة.